رجعنا لحضراتكم مره تانية ومعانا ومنوران النهارده الكاتبه نهله كرم اللي هنتكلم معاها عن روايتها خدعه الفلامينجو والحقيقه انها روايه بجد شيقه جدا لانها بتتكلم زي ما قلت لكم في البدايه عن الشخصيات السامه او الشخصيات التوكسيك اللي ممكن تكون موجوده في حياتنا وتحديدا في العلاقات العاطفيه مساء الخير يا نهله ازيك عايزه اتكلم معاكي عن احداث الروايه عايزه اتكلم معاكي عن الافكار اللي قررتي انك تكلم تكتبيها على الورق وتحوليها الى روايه. جات لك منين الفكره؟ فكرتي فيها ازاي امتى قررتي انها تتحول لكتاب؟ احكي لي شويه عن الموضوع ده. هي الفكره جات لي من سنين، مم. جات لي فكره ان انا اكتب عن حد خارج من علاقه سامه وحاسس ان هو السبب في كل حاجه فيها، ايوه حاسس أيه. بالذنب وحاسس ان هو السبب في فشلها وما عندوش ثقه في نفسه وعايز يعني وصل لمرحله انه ينتحر. مم. بس ما كنتش عايزه اكتب كتاب يعني الروايه ما كنتش عايزه اكتبها بشكل تقليدي اللي هو هحكي حكايه مم. كنت عايزه احكي آه ان انا اقارن السلوك اللي حصل لها بسلوك الحيوانات مم. بس ما كانش عندي لسه الفكره متكونه هي كانت شايفه حاجه كبيره قوي كان نفسها تكتب يعني وتتعافى من الموضوع لحد لما ما تشوفوش او تشوف حاجه صغيره مم. يعني حاجه كبيره قوي لحاجه صغيره مم. بس الفكره قعدت تتطور في دماغي لحد لما وصلت لمرحله انه الحيوانات طب مسلوك الحيوانات هو كان بيتصرف يعني الشخصية زي اللي سلوك الحيوانات في حاجات أو شبهتي بالحيوان أكتر في كل شابتر من الرواية كنت بختار حاجة مثلاً عايزة أكتب عنها وليها علاقة بحيوان ما بتحصل فعلاً يعني في عالم الحيوان ليها سلوك موازي في عالم الحيوان